اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع من الصفر، الحلقة الرابعة. هذه الحلقة راح نلعب، والله للحين يعني افكر يعني ان نغير هذه السيارة اللي قاعد تشوفون قدامكم، نلعب بالفينك. فغالبا اني بختار الفينك، من زمان عنها وزي كذا. فقبل ما نبدا مقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، الله يسعدكم، اشتركوا اذا ما كنتم مشتركين، تفعيل زر التنبيهات جدا مهم اذا بتشترك. شكرا لاي واحد يستخدم كودي في الايتم شوب اللي هو كود في اس ال، فركت ليج اكسشينج في اس ال. بعد هنا مثل ما تشوفون هذه النظارة ترى كانت يعني هنا ب 300 كريدت، ترى سعرها اغلى من كذا، الحين نازل في الايتم شوب وقت ما ينزل هذا المقطع. خلونا نبدا طبعا بالماوس الكيبورد زي كذا. حاليا نلعب ماوس كيبورد جديد، اوكي؟ ما تشوفون ماوس جديد كيبورد جديد، اذا اختلف اللعب تشوفون هل بيصير افضل او ما ادري صراحه. من زمان ما العب بالماوس الكيبورد، اخر مره في التصوير اللي راح في نفس اليوم اللي نزل فيه المقطع، غير ما العب. اذا جبت العيد اعذرونا. خلونا نختار السياره، بسم الله. وين الفينك؟ اوكي فينك، وديني عليكم. لعبنا 3 أيام بس، احس اني ما اقدر اخلص الايام كلها العشرة، لكن احتمال نلعب 3 أيام الى 4 أيام. اوكي، الايام اللي بعدها راح تكون في المقطع اللي بعدها اللي هو الحلقة الخامسة، وراح يكون معها ايام مثلا انه وصلنا للتشامبيون 1، راح نوصل للتشامبيون 2 في الحلقة الجاية، فهمتوا؟ راح نرفع الرانك حقنا قد ما نقدر باذن الله، ونحاول ان نعدل من لعبنا في الماوس الكيبورد. للحين ما عدلتها، الحلقة اللي راحت كانت من افضل الحلقات اللي صورتها بالماوس كيبورد للامانة، فاللي ما شافها يرجع يشوفها. لعبي كان فيها جيد للامانة، جيد جيد جيد. طات ما كنت اسويها باليد، لكن ماوس كيبورد صعب يا شباب، والحين داخل ميدل ايست عشان ما يكون عندنا عذر. اوكي اوكي، بسم الله. كنا التحرك سريع. اعطيتك يا خوي، روح. افا توقعت ان خوينا يجيب ليد، بس مو لهالدرجه يعني. لا، نو بوست نو بوست نو بوست، يا عيني يا خوي، اسطوره. طيب واللي بعدها؟ عطنا اللي بعدها، ان شاء الله ما يجيبها، ان شاء الله ما يجيبها. لا جابها والله، يا عيني يا خوي، يا اسطوره. اللي بعده اللي بعده، روح اللي بعده اللي بعده. تكفى اصدم الحارس، تكفى. اوكي حلو يا خوي، تكفى روح. يا ساتر يا ساتر. اوكي لا والله طيراني كزي، لا 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 لا، تكفى. لا يا اخي وش الحظ، شوف كم تفجير صار، شوف كم صدمه صارت. انطق في الاولى، خوينا فجر الثانيه، وهذا فجر خوينا. ايرور، معلي 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 شباب. اوكي يقول لي تيك ذا شوت. الحين ما عرفت اوزن السياره يا شباب، والله صعب لعبنا يا شباب. والله اني اسف، والله الله، يا عيني يا شيخ. عوضنا عوضنا يا شباب، التقطنا الكريت باس ما له دخل. طيب لا والله كانت قريبه. هلا خوينا خوينا خوينا، ايش قاعد تسوي؟ باذن الله خوينا يقدر يعوض النتيجه معي باذن الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قالك يو جريت باس جريت باس، يقول نوت سيفت قبل شوي جريت باس، ما عندنا هنا. يا التوكسيك، الحمد لله اني طقيتها. لا يا خوي ما تعطيهم اسيست كذا، ما شاء الله الكريم. الله يعني، تكفى. يو كلوز 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 يا خوي، يو اخر. وين اروح؟ روح يا الله، ما تبغى تجي دي. لا لا والله كلوز، يعني يعني. اسطورة، نايس شوت والله، نايس شوت يا خوي. ايوه ايوه ايوه، والله جاب العيد، والله جاب العيد. اخ تمنيت 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 بس ان نقدر نهزمهم قبل الاوفر تايم، يعني خوي. تنزل تنزل يا خوي، اوه حرام. لا 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 ما تجي ما تجي ما تجي ما تجي كذا. لا لا يا خوي لا، والله حرام اقسم بالله. خوينا بدث كل شيء الا اللقطه الاخيره في الماب الكريه.
اقول بسم الله على بركه الله يا رب. لك يا خوي والله لك. تكفى يو حرام. لا لا يا خوي لا 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 يهني يبون يستموني. ايش وضعهم؟ ايش قاعد يصير؟ ما ادري ايش قاعد يصير. يا ساتر والله سيارة قامت تفحط. عندك خوي يعني. الو 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 والله حاولت اثبتها لك يا اخوي. انا اعتذر يعني. خلي لك البوست عشان ما تقول شيء. روح كلوز امشي. لا 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 والله شوف سكاراتنا اقسم بالله ما قصرنا كلنا. 255 3-0 خوينا استسلم من اول هدف جال علينا. ما ادري شكو صراحه بس مشي استي يا خوي. اوكي هدف 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 تكفي يا خوي. والله نية تفجير والله. سجد شوي. الله يا خوي تكفى. لا 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 برا. هولي مولي. الله جريت باس جريت باس. ما ادري شلون طقيته ترى. ما ادري والله ما ادري. اوكي طقة ثانية تعويض. طقة خايسة طقة زينة بس خوينا والله ما قصر. يا رب. اوه حرام. تكفى يو والله كلوز والله كلوز. لا والله العظيم محظوظين في ذي اللقطة. معليش بس والله محظوظين. انا تشوت انا كل شيء سووه خلاص تشوت يمين بالله تشوت. شوف كيف صدموني. انا ادري انه بيفيك والله اني ادري. تكفى يمديك. لا لا نو بروبلم نقدر والله. لا شوف طقة هنا طقة بس سبحان الله ما يبون نفوز. القم 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 كم باك يا شباب كم باك. الحظ والله حرام صديته وكل شيء. شوف اذا وقف وجهك طم الغبنة. احس اني تعرفون ناجح محارب هذا. انا ناجح الحين في الجيم يعني صديت عاد خلاص. اوكي والله نايس. الله يهديكم انتم كلانكم. الله يهديكم انتم كلانكم. حاطين كلان جارح للاداب وجارح خليني ساكت. هل بتضبط معنا ولا لا؟ ايوه حلوه 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 حلوه. كلوز يبغى يصدم ولا ايش؟ اوكي اللاج اللي جاء ما ادري وشو. يو تكفى يعني. يو اقطع ام الصملة. يا ساتر والله بغيت اضبطها. يا ساتر كل واحد زيف اقوى شيء. روح 1v1 اللافلي. تكفى. الله كريت باس. الله اني بغيت اضيع بعد. اخذ البوس ممتاز. يمديك يا خوي. يا رب ما تصير زي قبل شوي. يا رب تكفى خوي. يا ساتر. وين ندبوس؟ وينها اوه والله خوي لخمني. والله لخمني. هذا البوس اللي عنده برا يعني يا خوي. اسطورة العب يبلك. الحمد لله. والله العظيم قهر. ما يبغى له بوست يا خوي. يبغى له نطتين بس. ما سويت في بداية الجيم. ما عليه بس نطتين. تكفى كلهم مع بعض. ايش السالفة؟ قولك
نايس شوت تبليك اثنين بذلكم بالماوس والكيبورد. جد جد ترى فرق اللعب مره مره فرق مو طبيعي في التحكم في السيارة في الطيران في كل شيء. بلوك الألم لا لا في المرمى ذي. نايس والله اسطوري يا اخوي برا. نايس الحمد لله 3-2 خلوها تنتهي على 3-2 ما عندي مشكلة بس نكسب وقت الحمد لله. تكفى 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 نايس شوت الحمد لله الحمد لله يا الجيم والله العظيم مو طبيعي اللي قاعد يصير. يا الهي يا الجيم اقسم بالله جيم مو طبيعي بالنسبه لي يعني على الجهد اللي سويته. والله تبغى صدق يا خوين جاب الاهداف كلها بس والله ما قصرت انا لان السيفات واحد يعني اكثر من واحد يكفي في بدايه الجيم نعطيه جيم زياد لازم نعطيه جيم زياد. خلاص 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 والله العظيم جيم اللي ضدنا مستحيل نحط رانكاتنا. طيب يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا للامانه ما ادري كيف بيطلع المقطع لان في البدايه خسائر بعدين فوز واحد بعدين خساره هذه هي من الصفر. مستحيل اجيكم كل الاقيام فايز فيها كل المقاطع فايز فيها مستحيل يعني لطفنا الجو شوي بالجيم الفوز هذا. يعطيك العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا واراكم على خير في امان الله. السلام.